بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم حنكون إن شاء الله الحديث عن النيوتريشن انترفينشن. بعد ما حددنا الدايتري موديفيكيشن أو احتياجات المريض الخاصة من نوع معين من أنواع الطعام، ننتقل لما يسمى بالفود سيرفيس، وهو خدمة توصيل الطعام للمريض على الشكل اللي هو بيحتاجه. طبعا هناك في المستشفى ما يسمى هو الفود سيرفيس ديبارتمنت، أو قسم خدمة أو خدمات الأطعمة. الوظيفة تبعت القسم هذا بشكل أساسي هو عبارة عن ضمان توصيل أو تقديم الطعام أو الأطعمة المناسبة للمرضى اللي في عندهم احتياجات خاصة من هاي الأطعمة بشكل أساسي. طبعا عملية التقديم تتضمن أيضا اللي هو عملية التحضير وتجهيز الموديفايد دايت اللي بيحتاجه هذا المريض. طبعا عملية التحضير هتكون بناء على ما يسمى له الدايت مانيوال أو الكتيب الخاص بتجهيز أو تحضير بالطريقة المثالية أو بالطريقة الخاصة بهذا تحضير عملية تحضير هذا النوع من أنواع الطعام. بمعنى على سبيل المثال لما يكون في عندي موديفايد دايت، في الدايت مانيوال بيكون حاطط فيها اللي هو سبيسيفيكيشنز أو مواصفات للأطعمة أو طريقة تحضير هذا النوع من أنواع الدايت. بمعنى انه بده يكون في عندي اللي هو الاكسكلوجنز او الانكلوجنز، يعني ايش يدخل في هذا الطعام او ايش يطلع من هذا الطعام حسب اللي هو الشكل النهائي المطلوب تحضيره من هذا الطعام بشكل اساسي. ممكن في بعض الاحيان يكون في عندي اللي هو سامبل منيوز، بمعنى بده يكون في عندي يعني نوعا ما منيو معين زي مثال كيف ممكن يكون هذا الطعام محضر على هاي الطريقه، بحيث انه يؤخذ بعين الاعتبار في عملية تحضير باقي أنواع الأطعمة حسب اللي هو الدايتري موديفيكيشن المطلوب عندي. نوع آخر من أنواع تقديم أو خدمة الطعام ما يسمى بالفود سيلكشن. بعض المستشفيات بتميل أنها تعطي للمرضى اللي عندها ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطعمة إلى ما يسمى بالسيلكتيف منيوز، تعطيهم اللي هو بعض قوائم من الطعام. القوائم هذه توفر للمريض أنواع مختلفة، كاتيجوريز مختلفة من الأطعمة اللي بتنفع تدخل في هذا النظام الغذائي أو في الموديفايد دايت تبعه. طبعا الهدف منها أنه توفر له خيارات أو تتيح له خيارات متعددة، بحيث أنه تحفزه على أنه يكون في عنده اللي هو الwilling to eat، تحفز أنه يكون في عنده الموتيفيشن، وتحفز أنه يكون في عنده satisfaction أو رضا عن الخدمة الطبية أو الطعام اللي هو بيتناول. طبعا ناخذ بالنا أنه يفترض أنه قبل ما نعطي السلكتيف منيو او قبل ما المريض يختار اللي هو الدايت تبعه او قبل ما نقدم له الطعام اللي هو اختاره، يعني بدنا نعطي اللي هو الفود سيرفيس ديبارتمنت على الاقل يومين عشان يبدا بتجهيز مثل هذا النوع من انواع الاطعمه بشكل اساسي. نقطه مهمه اخرى في الفود سيرفيس ديبارتمنت وهي ما تسمى الفود سيفتي. بالفود سيفتي طبعا كل مؤسسه لها بروتوكولات معينه او خاصه فيها في عمليه اللي هو يعني نقل المنتجات الطعام بناء على ما يسمى البوتنشال هازارد اند كريتيكال كنترول بوينتس. هذا السيستم بنسميه الهاسب، هاسب سيستم او هاسب بروجرام، اختصارا للهازارد اناليسيس اند كريتيكال كنترول بوينت. طبعا الهاسب هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن سيستم اوف فود اوف فورمولا. السيستم هذا بيتضمن اللي هو البريبريشن منيوز او البريبريشن بروجرام اللي بتعمل ايدنتيفيكيشن للفود سيفتي هازارد الكريتيكال كنترول بوينت ديورينج فود سيرفيس بروسيجرز. بمعنى انه بيغطي الهاسب كنترول او الهاسب بروجرام بيغطي عمليات نقل الطعام، عمليات الطبخ، عمليه التخزين او اللي هو اجراءات التخزين، التنظيف، التعقيم، سواء كان تعقيم الادوات، تعقيم الاسطح، تعقيم الاجهزه كلها، حتى تعقيم برضه اللي هو كمان الستاف نفسه، تعقيم الطاقم اللي بيشتغل في عمليه تحضير الطعام بشكل اساسي. طبعا الهدف الرئيسي من الهاسب بروجرام انه احنا يعني نقدم الخدمه التغذويه بصوره كامله بدون ما يكون في عندي احتمال اللي هو نقل اي امراض منقوله عن طريق الاطعمه للمريض اللي احنا عندنا بيتناول هاي الاطعمه. بعض النقاط اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار عشان نحسن من الفود انتيك تبع المرضى البيشنت داخل المؤسسه بغض النظر عن الدايتري او الموديفايد دايت اللي هو بيتناوله، يفترض انه عند تناول المريض للطعام يكون في عندي اللي هو الاتموسفير او اليونيفرس اللي حواليه بده يكون اللي هو within calm or quiet
اتموسفير، يعني keep the patient calm or quiet during meals or during eating. بدنا كمان نعمل عمليه engaging the patient in identifying most enjoyable foods، يعني المريض برضه يشترك معنا في اختيارات الطعام، زي ما حكينا قبل شويه انه في عندي ما يسمى selective menus، المريض ممكن برضه يشارك في اختيار الطعام اللي هو بيحبه او بيستمتع بتناوله. place occasional surprise on the trays، يعني ممكن احنا نقدم الطعام بصوره يعني مشجعه، يعني تزيين الطعام باشكال مختلفه بزينات مختلفه، ممكن نعمل اللي هو نوع مفضل له من الطعام يعني يوصل له كنوع من المفاجاه او نوع من الهديه تشجع على تناول الطعام. زي ما احنا شايفين هنا بعض المستشفيات ممكن تقوم بخطوات معينه عشان تعمل تشجيع للمرضى انهم يقدموا الاسئله. الجزء الاخير من محاضره اليوم اللي هو النيوترينت انترفينشن اند دايت دراج انتراكشنز، اللي هو عباره عن تداخلات ما بين الطعام والادويه. طبعا كثير في عندي ممكن يكون في تداخلات ما بين العناصر الغذائيه اللي موجوده بالطعام او حتى الطعام نفسه وايضا الادويه اللي ممكن ياخذها. طبعا لما احنا نشتغل مع المرضى يفترض اكيد حيكون في عند المرضى هذول بيتناولوا انواع معينه من الادويه، وبالتالي لازم ناخذ بالنا انه ممكن يكون في عندي possible interactions، يعني ممكن يكون في عندي امكانيه حدوث تداخلات ما بين اللي هو الادويه اللي بيتناولها هذا المريض وبرضه ما بين الدايتري سبستانسز. ممكن التداخلات هاي تكون بسيطه جدا ما فيش فيها اي عواقب او خطوره على صحه المريض، وممكن برضه تعمل اللي هو خطوره واضحه على صحه المريض، او حتى ممكن برضه تكلف المؤسسه يعني تكلفه باهظه الثمن اذا ما كانتش في بعض الاحيان قاتله، أو ممكن تعمل مضاعفات كبيرة جدا. طيب الـ interactions هذه might be categorized into three categories. النوع الأول أو الكاتيجوري الأولى هي عبارة عن drugs altering food intake، يعني أنا في عندي تداخل على مستوى الـ food intake، تناول الطعام، يعني بعض الأدوية ممكن تأثر على تناول الطعام أو دخوله عبر القناة الهضمية. النوع الثاني اللي هو ادويه ممكن تعمل alteration absorption، يعني بتعمل عمليه اللي هو تقليل الابزوربشن او الامتصاص، تقليل الميتابوليزم الايض، او حتى يعني بلاش نقول تقليل، خلينا نقول تغيير، لان الالتريشن او التغيير بيحتمل الزياده او النقصان. يعني ممكن تعمل تغيير في الامتصاص الميتابوليزم او حتى الاكسكريشن. نفس الفكره عندي ممكن النيوتريت عندي تاثر على الدراجز، يعني انا عندي it goes both ways، بمعنى انه ممكن الدواء ياثر على النيوترينت او على الدايت، وبرضه عندي الفود او الطعام الموجود عندي ممكن ياثر على الادويه. زي ما حكينا انه التاثيرات هنا ممكن يكون عند الدواء بياثر على الفود انتيك، اما عن تقليل الفود انتيك او حتى عن طريق ستيميوليشن اوف ابيتايت بيزيد الشهيه وبالتالي بيزيد من تناول الطعام. الادويه ممكن تاثر على امتصاص ايض او اخراج العناصر الغذائيه، وكذلك العناصر الغذائيه ممكن تاثر على امتصاص ايض او اخراج الادويه. وفي عندي ممكن النوع الثالث من الانتراكشنز هو عباره عن انتراكشن تداخلات ما بين العناصر الغذائيه والادويه اللي ممكن تؤدي الى حدوث دراج توكسيستي او زياده في مستوى الدواء في الجسم وبالتالي حدوث سمي. الجزئيه الاولى من دايت دراج انتراكشنز هي عباره عن تاثير الادويه على الفود انتيك. بعض الادويه ممكن تعمل او تخلي الشخص يعني يشعر ان الفود انتيك از ديفيكلت اور انبليزنت، يعني ممكن تخلي اللي هو المريض يشعر انه تناول الطعام هذا هو عباره عن صعب شويه او حتى غير ممتع. بعض الادويه الاخرى ممكن تعمل هو سبريشن فور ابيتايت، يعني تثبيط للشهيه. ممكن بعض الادويه ممكن تعمل عمليه alteration in sense of taste، تغيير في حاسه التذوق. ممكن بعض الادويه تعمل مثلا خلينا نحكي nausea and vomiting، غثيان وتقيؤ. ممكن تعمل dryness of mouth، جفاف الفم. كل هذه المشاكل بتخلي المريض انه يشعر انه تناول الطعام غير ممتع وبالتالي بقل عنده الفود انتيك. بعض الاحيان الاثار الجانبيه هاي للادويه ممكن انا استخدم لها ادويه اخرى للعلاج، من على سبيل المثال اللي هو الانتي اميتكس، الادويه المضاده للتقيؤ، الانتي نوزيا، الادويه اللي بتقلل من امكانيه حدوث الغثيان عند المريض. يعني ممكن اثار جانبيه معينه للدواء اضطر استخدم لها ادويه اخرى للعلاج او طرق معينه في تناول هذا الدواء بحيث نقلل من تداخلاته او تاثيره على الفود انتيك.
في بعض الأحيان قد يمكن تعمل stimulation of appetite، تحفيز للشهية أو فتح للشهية، وبالتالي بنلاقيها بتأثر إنه بتخلي المريض يصير في عنده weight gain. طبعا ال weight gain هذا unintentional، يعني غير متعمد، مش قصد المريض يزيد وزنه، لكن هو صار في عنده فتح للشهية نتيجة تناول هذا الدواء. إذا في عندي أمثلة على diet drug interactions زي ما حكينا، اللي هو drugs may alter food intake، قد يمكن تؤثر على الفود انتيك. على سبيل المثال alteration of the appetite، بمعنى انه الامفيتامينز نوع معين من المواد الكيميائيه بتعمل سبريشن فور ابيتايت، بتضبط الشهيه، بينما الكورتيكوستيرويد الكورتيزون بشكل عام بيعتبر فاتح للشهيه. انترفيرينج وذ تيست اور سميل، بمعنى انه ممكن ادويه تاثر على حاستي الشم او التذوق، غير الامفيتامينز ممكن تؤثر او تقلل هو حاسه او تؤثر على حاسه التذوق بشكل اساسي. بعض الادويه ممكن تعمل اندكشن اوف نوزيا اور فوميتنج، يعني الآن في عندي نوع من الأدوية بيأخذ لعلاج قصور على القلب اللي بسميه الديجيتاليس، هذا بيعمل نازي أند فوميتنج، وبالتالي الشخص نوعا ما مش هيقدر يتناول الطعام عن طريق الفم. بعض الأدوية بتأثر على الأورال فانكشن، يعني أدوية كتير جدا زي مضادات الهستامين، بعض الأدوية مضادات الاكتئاب بتعمل دراي ماوث، جفاف في الفم، وبالتالي الشخص هيعاني من صعوبة في مضغ وابتلاع الطعام. ممكن في أدوية عنا زي الأدوية اللي بتستخدم في علاج اللي هو الكانسر زي الميثوتروكسيت على سبيل المثال، بيعمل هو سور ماوث، يعني بيصير في عند الشخص تقرحات في الفم، والتقرحات هذه بتكون مؤلمة جدا، وبالتالي الشخص هيعاني من صعوبة في تناول الأطعمة. إذا هذه هي المجموعة الأولى، تأثير الأدوية على الفود انتيك، وبالتالي بيصير في عند تداخلات بين الدراجز أند فود. الكاتيجوري الثانية أو الليفل الثانية من دايت دراج انتراكشنز حكينا بتصير على مستويات الامتصاص، الايض والاخراج، امتصاص ايض واخراج. الان ناخذ اول جزئيه وهي تاثير الدواء على امتصاص النيوترينت، تاثير الادويه على امتصاص النيوترينت. بعض الانواع من الادويه ممكن تعمل نيوترينت مال ابزوربشن، سوء امتصاص في النيوترينت او العناصر الغذائيه على طول القناه الهضميه بسبب حدوث اللي هو الدمج او تضرر في الانتستينال ميوكوزا. ومن اشهر الادويه اللي بتستخدم او اللي بتعمل هذا الاثر الجانبي هي الانتينيوبلاستيك، الادويه المضاده للسرطان نسميها الانتي كانسر. مثال اخر او جزئيه اخرى في تاثير الادويه على امتصاص الطعام، بعض الادويه ممكن تعمل عمليه كومبلكسيشن، يعني تعمل عمليه اللي هو ارتباط او كلبش في الماده او العنصر الغذائي داخل القناه الهضميه، وبالتالي تمنع امتصاصه. على سبيل المثال هو التتراسايكلين والسيبروفلوكسيسين، هذول الاثنين بيصير لهم كومبلكسيشن وذ كالسيوم. طبعا وين الكالسيوم موجود؟ موجود له في الديري برودكتس على سبيل المثال. لما يصير او يصدف ان المريض يتناول التتراسايكلين مع منتجات الالبان اللي بتحتوي على كالسيوم، ساعتها يصير في عندي كومبلكس، والكومبلكس هذا نون ابزوربابل، غير قابل للامتصاص، وبالتالي مش هيستفيد المريض لا من الكالسيوم ولا حتى من الدواء نفسه. أدوية أخرى ممكن تؤثر على الستومك أسيديتي، على حموضة المعدة، وبالتالي ممكن يصير في ألتريشن سواء بالزيادة أو في النقصان. على سبيل المثال لو صار في عندي انخفاض في حموضة المعدة طبعا أو تلقائيا، حيصير في عندي اللي هو إعاقة في عملية امتصاص بعض الفيتامينات such as vitamin B12, folate and iron، هذه بدها وسط حامضي في المعدة عشان يستحدث لها الامتصاص بالشكل المناسب. بعض الأدوية أخرى بتعمل على طول inhibition for absorption directly، يعني بتمنع انتقال هذا النيوترينت عبر خلايا الأمعاء، بمعنى هل بصير في عندي competition أو تنافس ما بين المادة الدوائية وتنافس ما بين النيوترينت اللي عندي such as trimethoprim and permethamine، هذول بيتنافسوا مع الفوليت. طبعا هذا التنافس بنتيجة الشبه في التركيب الكيميائي ما بين الفوليت اللي هي الفوليك أسيد وبين بعض الأدوية زي تراي ميثوبريم، الاثنين بيشبهوا بعض، وبالتالي بيصير في عندي تنافس على البوابة أو مكان الدخول عبر القناة الهضمية، معناته أن التراي ميثوبريم هو اللي بيدخل وبالتالي بيثبط دخول الفوليت عبر هاي القناة. إذا هدول بعض اللي هو الآليات أو الأمثلة على تأثير الأدوية على نيوترينت أبزوربشن، على امتصاص بعض العناصر الغذائية. نأخذ العكس الآن، كيف ممكن الدايتري فاكتورز يأثر على الدراج ابزوربشن؟ احنا قلنا كل الدايت دراج انتراكشنز كوز بوث ويز، يعني الدواء ممكن يؤثر على امتصاص الطعام، لا انا الحين في عندي النيوترينت كومبوزيشن اوف فود ممكن يؤثر على امتصاص الادويه. مثال او ليفل اول عندي اللي هو الاستومك امبتنج ريت،
stomach emptying rate، بمعنى انه المعدة لما تكون فاضية الأدوية بتصل للسمول انتستين بشكل أسرع، وبالتالي بيصير في عندي اللي هو امتصاص، طبعا حسب اللي هو الدواء وين بيمتص، في المعدة أو في الأمعاء. إذا صار في عندي عملية بطء في معدل تفريغ المعدة نتيجة تناول مثلا وجبة دهنية، ممكن الدواء هذا إذا كان بيمتص في المعدة حيزيد امتصاصه، لكن إذا كان بيمتص في الأمعاء حياخد فترة زمنية أطول، والعكس. إذا كان الدواء عندي هذا بيمتص في الأمعاء، إذا الدواء هذا أو الطعام اللي تناولته عمل تسريع في معدل تفريغ المعدة، بالتالي حيوصل لمكانه بشكل أسرع، وبالتالي حيزيد الامتصاص وتسرع بداية المفعول تبعته. بعض الأنواع من الأطعمة ممكن تؤثر على الاستومك أسيديتي أو حموضة المعدة، بمعنى أنه أدوية ممكن تمتص في وسط حامضي أسرع أو أفضل من وسط القاعدي، وبالتالي كل ما زودت حموضة المعدة حأثر أو حزيد امتصاص الدواء اللي موجود عندي. في بعض الأحيان زي ما حكينا ممكن يصير في عندي interaction، يعني complexation ما بين اللي هو المكون الغذائي أو العنصر الغذائي وما بين بعض الأدوية. على سبيل المثال في عندي الفايبرز الألياف الغذائية، هذه بنلاقيها بتعطل أو تؤخر من امتصاص بعض الأدوية such as TCA أو بسميها tricyclic antidepressant، نوع من أنواع مضادات الاكتئاب. بعض الأمثلة زي ما حكينا قبل شوي، التداخلات الدوائية مع العناصر الغذائية على مستوى الامتصاص، الأدوية ممكن تؤثر على امتصاص النيوتريانت عن طريق اللي هو تغيير حموضة القناة الهضمية such as antacid with iron and folate. طبعا الأدوية الأنتي أسيد بنسميها الأدوية المضادة للحموضة، هي عبارة عن مواد قاعدية ممكن تأثر على امتصاص الحديد والفوليك أسيد، لأنه هدول بدهم وسط حامضي. طبعا الاثنين لما يتاخذوا مع بعض، يعني الاثنين لو اخذوا مع بعض في نفس اللي هو الوجبة وفي نفس الوقت، ساعتها بيصير في عندي تقليل لامتصاص الحديد والفوليك أسيد. ممكن يصير في عندي damaging for mucosal cells، ضرر في بطانة القناة الهضمية كلها، زي هو الأدوية المضادة للسرطان والأدوية الكيميائية للسرطان، هذه بتعمل دامج وبالتالي بتعمل تثبيط للامتصاص النيوتريك بشكل عام. ممكن يكون في عندي binding to the nutrients، أساس زي ما حكينا إنه تتراسكرين with calcium، أو حتى بعض الأدوية اللي بترتبط مع البايل أسيدز ممكن تعمل عملية اللي هو تقليل أو منع امتصاص الفات سولوبل فيتامينز. العكس إنه بعض الأطعمة ممكن تؤثر على امتصاص الأدوية عن طريق اللي هو تحفيز حموضة المعدة وعصارة المعدة. بعض الأدوية ممكن تمتص وسط حامض أفضل من غيرها. طبعا هنا انا يعني مش معني بشكل كبير بالامثله، لكن برضه ناخذ بالنا منها لانه ممكن تواجهنا في الحياه العمليه. عن طريق تغيير جاستريك امبتينج ريت، تغيير معدل تفريغ المعده، عن طريق اللي هو الارتباط مع بعض الادويه زي الكالسيوم حكينا مع تتراسيكلين، عن طريق اللي هو التنافس على الامتصاص such as dietary amino acids مع ليفودوبا absorption. ليفودوبا هو عباره عن دواء بيستخدم في علاج الباركنسونز او مرض الشلل الرعاش. طبعا هذا الليفودوبا بيقل امتصاصه كل ما تاخذ مع وجبه غنيه بالبروتينات، عشان هيك افترض انه يتاخذ في وجبه بعيده عن البروتينات، لانه هنا بصير في عندي تنافس على مكان الامتصاص، وبالتالي بيقل امتصاص الليفودوبا من القناه الهضميه. المستوى الثاني من التداخل ما بين الدايت دراجز هو عباره عن مستوى الميتابوليزم. طبعا الميتابوليزم هنا صار في عندي امتصاص. الميتابوليزم بشكل اساسي بيصير وين؟ بيصير داخل الكبد، بمعنى انه في عندي انزيمات سواء كانت داخل الكبد او حتى في جدار القناه الهضميه، هي بتشتغل على ايش؟ بتشتغل على الدراجز اند نيوتريانتس. يعني نفس الانزيم بلاقيه ممكن يعمل ميتابوليزم فور دراجز اند نيوتريانتس. الان بدي اخذ بعين الاعتبار انه التاثير على الانزيمات بينقسم الى نوعين، يا اما ادويه بسميها انهيبيتورز، بمعنى انه بتعمل عمليه تثبيط لهي الانزيمات، وادويه اخرى بسميها اكتيفيتورز، يعني بتعمل عمليه تحفيز لهي الانزيمات. يعني بكون عندي سم دراجز كان انهانس اور انهبيت ذا اكتيفيتي اوف ذا انزيم، يعني انهانسر اور انهبيتور. تمام. طيب عمليه الميتابوليزم لاي ماده كيميائيه معناته انهاء مفعولها، تكسيرها. لما اخذ دواء بيزيد من فعاليه هذا الانزيم معناته حسرع من تكسير الماده الكيميائيه، لما اخذ دواء بيثبط فعاليه هذا الانزيم
معناته أنا حقلل من عملية تكسيرها وأخليها فترة زمنية أطول في جسم الإنسان. من الأمثلة على الأدوية اللي بتأثر على نيوتريت ميتابوليزم هي عبارة عن such as اللي هو الأنتي كونفالسنت. الأنتي كونفالسنت هي عبارة عن الأدوية المضادة للتجنج اللي ممكن تستخدم في علاج مرض الصرع. في عندي على سبيل المثال الأيزونيازايد. أيزونيازايد هو عبارة عن دواء يستخدم في علاج التوبركلوسيس أو مرض السل الرئوي، بمعنى أنه هذا بيأثر على الفيتامين بي 6، يعني بيعمل عملية اللي هو تثبيط للفيتامين بي 6 اكتيفيشن، وبالتالي بيصير في عند ديفيشنسي. في عندنا الميثوتريكسيت اند فوليت. ميثوتريكسيت هو عبارة عن دواء من الأدوية اللي بتستخدم في علاج الكانسر، والفوليك أسيد طبعا بيصير في عندي عملية اللي هو تثبيط في الاكتيفيشن تبع الفوليك أسيد. لاحظوا هان لما حكينا قبل شوي ميثوتريكسيت اند فوليت، ليش في عندي اللي هو تداخل ما بيناتهم بشكل أساسي؟ لاحظوا هان في عندي اللي هو الشبه الكيميائي أو الشبه في التركيب الكيميائي ما بين ميثوتروكسيت أند فوليت، ومن هان بيصير في عندي الكومبيتيشن أو التنافس. إذا ميثوتروكسيت بيمنع الأكتيفيشن أوف فوليك أسيد عن طريق تثبيط الإنزيم اللي بيعمل عملية التفعيل. الآن ننظر للأمر من ناحية أخرى، هل في عندي بعض الدايتري فاكتورز ممكن تأثر على الدراج ميتابوليزم؟ نعم، بمعنى انه بعض اللي هو المكونات اللي للقطع ممكن تؤثر على الاكتيفيتيز اوف انزيمز اللي بتعمل عمليه ميتابوليزم لبعض الانواع من الادويه. بعض الاطعمه او بعض الكومبوننتس اوف فود ممكن تعمل عمليه، يعني خلينا نسميها العكس تماما او تكون مضاده لمفعول الدواء بصوره او باخرى. وهذا بيقودنا الى ما يسمى جريب فروت جوس ايفكت. جريب فروت جوس ايفكت، تأثير اللي هو الجريب فروت اللي هو عبارة عن الجريب فروت او الكرافوت سواء كاملا او حتى اللي هو العصير تبعه بشكل او بآخر. الجريب فروت او اس جوس وجد انه بيعمل عملية اللي هو انهبيشن فور ميتابولايزنج انزايم، يعني بيعمل عملية تثبيط لعمليات الايض تبعت يعني انواع كتير من الادوية. طبعا لما انا احكي تثبيط للمفعول تبع الانزيم، اذا الماده الكيميائيه اللي بتتكسر بهذا الانزيم هلاحظها تبقى فتره زمنيه اطول، وبالتالي حيزيد تركيزها داخل الدم، وهذا حيؤدي يا اما الى اللي هو سترونج فيسيولوجيكال ايفكت، يعني زياده المفعول تبعها، في بعض الاحيان ممكن يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى التوكسيسيتي او التسمم. مثال اخر شائع جدا على التداخلات او تاثير بعض اللي هو الدايتري كومبوننتس على الادويه اللي هو الفيتامين كي وذ وورفرين. وورفرين هو عبارة عن أو ما يسمى الكوميدين، هو عبارة عن أورال أنتي كواجولانت، دواء مانع للتجلط يؤخذ عن طريق الفم. طبعا الدواء هذا بيشتغل عن طريق تثبيط الفيتامين كي اللي هو عنصر أساسي في تصنيع عوامل التجلط. تمام، إذا لما المريض ياخذ الوورفرين عوامل التجلط مش هتتصنع بالصورة الصحيحة، وبالتالي مش هيكون لها مفعول، وهذا يؤدي إلى سيولة الدم. لما المريض ياخذ فيتامين كي بالتالي هيعكس مفعول الورفرين، وبالتالي هيصير في عندي زياده في تجلط الدم. اذا لما ناخذ الفيتامين كي مع الورفرين الاثنين هيشتغلوا ضد بعض او عكس بعض. وين موجود فيتامين كي؟ بشكل اساسي في الخضار الورقيه الغامقه، عشان هيك ينصح ان المرضى اللي بياخذوا الورفرين ما يكتروش من الخضار الورقيه الغامقه لاحتوائها على كميات كبيره من فيتامين كي. إذا بعض الأمثلة على الدراج أو دايت دراج انتراكشن على مستوى الميتابوليزم، إن يكون في عندي ستراكشرال أنالوج ما بين الدواء نفسه والمادة الغذائية أو العنصر الغذائي such as warfarin and vitamin K، أو زي ما حكينا such as methotrexate and folic acid. لما يكون في عندي نفس الإنزيم بيشتغل على الدواء او بيشتغل برضه على العنصر الغذائي الفينوباربيتال، بيعمل عمليه تسريع او زياده في الليفر انزيمز اللي هي بتعمل عمليه تكسير للفوليك اسيد فيتامين او فيتامين كي. لما يكون في عندي كومبيتيشن ترانسبورت في البلازما بروتين، يعني يكون في عندي تنافس في النقل بواسطه البروتينات الدم اللي بتعمل عمليه نقل الماده الكيميائيه وحتى الماده الغذائيه. الجريب فروت جوس دراج انتر اكشن هذا مهم جدا، لانه كثير من المرضى ممكن بقصد او بدون قصد اللي هو يتناولوا عصير الجريب فروت، او بيكونوا بياخذوا بعض الادويه لعلاج امراض مزمنه ويصير في عندنا تداخل حاد جدا.
على سبيل المثال الانتي دايبيتيك دراجز، الادويه اللي بتستخدم بعلاج السكر، في عندنا اللي هو ريبوغلينايد او 6 سيجلوبتين، هذه ادويه بتتاثر بالجريب فروت يعني بيزيد المفعول تبعها. الاريثروميسين مضاد حيوي برضه بيتاثر بالجريب فروت يعني بيزيد المفعول. اهم كاتيجوري عندنا اللي هي الكارديو فاسكولار دراجز، الادويه اللي بتستخدم في علاج امراض القلب الوعائي زي ارتفاع ضغط الدم وخلافه. في عندنا الاميوزيرون، في عندنا النيكاردبين، هاي الادويه لما يتناولها المريض مع الجريب فروت ممكن برضه يزيد تركيزها ويوصل لبرضه تركيز سام، وحافظ هنا اللي هو بيعالج فيها امراض القلب، وبالتالي ممكن يكون عندها هنا تاثير حاد جدا. طبعا بعض الدراسات قالت انه مش شرط الاثنين يتناولوا في نفس الوجبه، وجد انه تقريبا تاثير اللي هو عصير الجريب فروت بيبقى فترة زمنية نوعا ما حتى بعد استهلاك أو تناول هذا العصير. على سبيل المثال ممكن يقعد في جسم الإنسان تقريبا لحديث 12 أو 24 ساعة تأثيره حتى بعد اللي هو الانتهاء تناوله، يعني مش فقط هو المفعول تبعه بيكون لحظي، وإنما بيبقى فترة زمنية في جسم الإنسان بعد اللي هو الانتيك تبعه. أدوية ممكن تؤثر على central nervous system such as carbamazepine or diazepam. الدايزبام هو عبارة عن هيبنوتيك، منوم، بيعمل تثبيط للجهاز العصبي المركزي، تصوروا لما يتاخذ مع الجريب فروت وبالتالي يزيد مفعوله. في عندنا مثلا بعض الأدوية بتستخدم لتقليل الكوليسترول such as اللي هو statin group زي الأتروفاستاتين لوفاستاتين بيزيد مفعولها. الأميونو سبريسنت مثبطات المناعة such as سايكلوسبورين and تاكروليموس. هاي المجموعات يفترض انه احنا نعمل patient education للي بياخدها عن تناول أو تأثير الجريب فروت جوز مع هاي الأدوية. Another level of that drug interaction هو عبارة على الليفل تبع الاكسكريشن، إخراج العناصر الغذائية أو حتى بالعكس إخراج الأدوية من الجسم. طبعا هان بعض الأدوية ممكن تعمل increase urine output، زيادة في إخراج اليورين. تمام؟ طيب اليورين هنا بيصير عمليه هو فورميشن في الكدني، والكدني زي ما بنقول هنا بنعمل عمليه فلتريشن، ومن ثم ممكن تعمل عمليه ري ابزوربشن لهذا النيوترينت حسب احتياج الجسم. استخدام بعض الادويه اللي بتزيد من اليورين برودكشن ساتش از دايوريتكس اللي هي مدرات البول، هذا حيقلل بصوره يعني ملحوظه عمليه النيوترينت ري ابزوربشن او اعاده امتصاص هذا العنصر الى جسم الانسان. كمان شغله، الادويه اللي ممكن تعمل احتباس للصوديوم والماء في جسم الانسان such as corticosteroid او الكورتيزونات، طبعا بالمقابل انا بدي عمليه احتباس او حجز للصوديوم حيزيد عندي اخراج البوتاسيوم. يعني طبعا انا دخلت شحنه موجب اللي هو الصوديوم، بدي اطلع بداله شحنه موجب اللي هي البوتاسيوم، بالتالي increasing sodium and water retention برضه بيعمل increase in potassium excretion او لو فقدان البوتاسيوم مع اليورين. العكس تماما، انا في عندي الدايتري فاكتورز ممكن تعمل effect on drug excretion. يعني بعض الأدوية ممكن تعمل منع لإخراج الأدوية، وبالتالي حيصير في عندي high levels of this drug within the body ويعمل toxicity. بالمقابل ممكن يكون عندي بعض العناصر الغذائية ممكن تعمل excessive loss يعني زيادة في إخراج هذا الدواء، وبالتالي تقلل تركيزه يعني مش هيعطيني المفعول اللازم في جسم الإنسان. على سبيل المثال الليثيوم بيزيد من الاخراج اللي هو الصوديوم، وبالتالي لابد يكون في عندي كونسيستنت صوديوم انتيك لازم انا اخذه لما اتناول المريض اللي هو الليثيوم. الليثيوم بيستخدم لعلاج حالات بنسميها الباي بولر ديبريشن او حالات اللي هو المانيك ديبريشن بنسميها الهوس الاكتئابي. اذا المرضى اللي بيتناولوا الليثيوم ينصح انهم يتناولوا كميات ثابتة من الصوديوم بحيث انه يضل تركيز الليثيوم عنده في جسم الانسان ثابت، لانه الليثيوم زيه زي الصوديوم في انابيب الكلية بيخرج مع اللي هو الصوديوم ويعاد امتصاصه مع الصوديوم. يعني لما الانسان يتناول كمية كبيرة من الصوديوم اكيد الكلية حتفلتر هاي الكمية الكبيرة، وبالتالي حيزيد خروج الليثيوم معاها. لما يتناول كميات قليلة من الصوديوم الكلية حتعمل ري ابزوربشن عشان تحجز الصوديوم في الجسم، وبالتالي حتحجز الليثيوم. عشان هيك الفلكتويشن او التقلبات في تناول الصوديوم من المرضى اللي بياخذوا الليثيوم تعمل له تقلبات في تركيز الليثيوم، وبالتالي يفترض انه ينصح انه يتناول نوعا ما اللي هو ستيدي اماونت او كونسيستنت اماونت اوف صوديوم عشان يحافظ على مستويات الليثيوم.
كمان شغلة ثانية، اليورين اسيديتي، حامضية البول، بتأثر على إخراج بعض الأدوية such as quinidine اللي بيستخدم في علاج أمراض القلب. يعني بعض الأطعمة ممكن تأثر على اليورين اسيديتي، وبالتالي ممكن تؤثر على الإكسكريشن أو reabsorption of quinidine. من الأمثلة على diet drug interaction على مستوى الإكسكريشن، بعض الأدوية ممكن تؤثر على nutrient reabsorption such as diuretics زي ما حكينا، بتأثر على إخراج الصوديوم والبوتاسيوم. بعض الأدوية ممكن تعمل diarrhea or vomiting، يعني تعمل غثيان وتقيؤ، وبالتالي ممكن تقلل من الإلكترولايت اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم عن طريق القناة الهضمية. بعض الأطعمة أو مكونات الطعام ممكن تؤثر على drug excretion زي ما حكينا، عملية اللي هو الميتابوليزيشن أو الميتابوليزم أوف ذا دراجز، ممكن تؤثر اللي هو على الإكسكريشن زي بعض الأدوية زي اللي هو الورفارين، الثايوفالين، أند الجزئية الأخيرة عندي من دايت دراج انتر اكشن، هاي تقريبا خلينا نحكي عنها اللي هو تداخل مش على مستوى الامتصاص والإخراج والأيض، لكن تداخل في المفعول عندي. هان لو بصير في عندي دايت دراج انتر اكشن ممكن يؤدي إلى توكسيسيتي، يعني زيادة في الأكشن، أو حتى ممكن يؤدي إلى اللي هو انكريز ان سايد افكت أو التأثيرات الجانبية. على سبيل المثال في هنا عندي مادة بسميها تايرامين، تايرامين هاي ممكن تتداخل في المفعول مع أدوية بسميها المونو أمينو أوكسيديز، مونو أمينو أوكسيديز إنهيبيتورز. طبعا التداخل هذا ممكن يكون قاتل وخطير جدا عند الناس اللي بتاخذ هذا النوع من أنواع الأدوية. طبعا الأدوية أو الأطعمة الغنية بالتايرامين هي بسميها الأيجد فود، الأطعمة المعتقة زي اللي هو الجبنة المعتقة، السوسج، السلامي، البير، بعض الخضار اللي هو المخمرة، اي طعام نوعا ما يعتبر معتق او بيحتوي على كميه كبيره من الخمار ممكن يحتوي على كميه عاليه من التيرامين. اللي بيصير عندي هان انه التيرامين موجود في الاطعمه هاي بشكل طبيعي. التيرامين بيعمل ارتفاع حاد في ضغط الدم، لكن عند الناس الطبيعيين التيرامين لما يعبر جدار الامعاء ويمتص بيصير في عندي له تكسير عن طريق انزيم بسميه ماو او المونو امين اوكسيديز. إذا ضل منه إشي بيروح على الكبد، وبرضه هناك في إنزيم بنسميه المونو أمين أوكسيديز برضه بيعمل عملية تكسير. يعني في الإنسان الطبيعي اللي ما بياخد الأدوية هاي ما فيش أي جزئية من التيرامين اللي تناولها بتوصل للدم، وبالتالي ما بيصيرش في عنده ارتفاع في الضغط واتس أوفر بالمرة. في أدوية عندي بنسميها المونو أمين أوكسيديز إنهبيتورز أو بنقول عنها الماو إنهبيتورز، هاي الأدوية بتستخدم في علاج حالات الاكتئاب من الإثم مثبطات الإنزيم اللي احنا سميناه مونو أمين أوكسيديز. طبعا تثبيط الانزيم هذا بينتج عنه تثبيطه في جدار القناة الهضمية وايضا في داخل الكبد. يعني لو تناول طعام غني بالتيرامين، التيرامين هيعدي على المناطق هاي بدون ما يصير له اي شيء، بالتالي حيوصل للجسم الدم، ومن هناك ممكن يعمل ارتفاع حاد في ضغط الدم نسميه الهايبرتنسيف كرايسيس، وبالتالي ممكن يصير في عند الشخص اللي هو نزيف دماغي او حتى الوفاة. من الأمثلة على تداخلات الـ Diet Drug Interactions ممكن تعمل عملية اللي هو Toxicity عن طريق اللي هو زيادة الآثار الجانبية، في بعض الأحيان اللي هو الكافيين اللي موجود في بعض المشروبات ممكن يزيد من الآثار الجانبية للـ Stimulant أو Central Nervous System، لأن أنا باخذ هان 2 Central Nervous System Stimulant أو أدوية أو مادتين محفزتين للجهاز العصبي المركزي. في بعض الأحيان ممكن يصير عندي اللي هو زيادة المفعول أو الأكشن تبع الدواء هذا لمستويات عالية جدا عن طريق تثبيط الأيض تبعه زي ما حكينا، الجريب فروت، المكونات الموجودة في الجريب فروت ممكن تثبط الإنزيمات، وبالتالي يصير في عندي زيادة في تركيز الدواء وبالتالي زيادة في المفعول تبعه. كيف ممكن احنا نعمل نتخذ استراتيجيات لتقليل أو الوقاية من الدايت دراج انتر أكشنز؟ طبعا أول شغلة بده يكون في عندي نوعا ما تركيز، وناخد بالنا من طريقة إعطاء اللي هو الدواء للمريض. تمام، يعني بتاخد مرة مرتين باليوم قبل الطعام بعد الطعام أو حتى قبل النوم. تمام، مهم جدا إنه الدواء هذا إذا بيتاخد قبل الطعام على معدة فاضية أو بيتاخد بعد الطعام بساعة بساعتين ناخدها بعين الاعتبار ونسجلها بشكل رئيسي جدا. اخذ برضه بعين الاعتبار الاثار الجانبيه اللي ممكن
يعملها الدواء على الطعام، او حتى ممكن تلو الاثار الجانبيه اللي بتاثر على الفود انتيك، او حتى بتاثر على الميتابوليزم او حتى الاكسكريشن. ناخذها بعين الاعتبار ونسجلها في الريكورد تبعنا، على اساس انه المريض هو اذا بيتناول الدواء لحاله او حتى المشرف على اعطائه للادويه ياخذها بعين الاعتبار او حتى الملاحظه. طبعا اذا كان في عند البيشنت ان هاي ريسك جروب such as اللي هو تشايلد بريجننت لاكتيتنج وومن، او حتى اللي هو كبير في العمر يعني الريسك تبعه عالي، هذا برضه بدي اخذ بعين الاعتبار انه تاثير الادويه هاي على النيوتريشنال ستيتس. يعني لابد ان الشخص اللي بيعطي للمريض الدواء هذا بده يكون alert، يعني بده يكون اللي هو واعي لاي اثار او اي نوع علامات ممكن تبين على حدوث تداخلات مع الادويه او حتى حدوث تسمم او زياده في الجرعات الدوائيه.